فندقها الثقافي هو أول كافيه ثقافي في قطر، والفكرة هذه بالنسبة لي أنا لم تكن فكرة مشروع تجاري، إنما هو حلم عايشني كثير. الكافيه الثقافي باختصار شديد هو في شقين، الشق الجانب الكافيه بمفهومه المعاصر، والجانب الثقافي وهو الأهم وهو موضوع حديثنا. الكتاب هو الثيمة الذي نشتغل عليه من خلال توفير مجموعة كبيرة جداً من الكتب في مجالات الثقافة والمعارف الإنسانية، وتقدم هنا لزوار ورواد المقهى للقراءة مجاناً. هنا يجتمع كتاب ودباء من كل الأقطار العربية، وهذه بالنسبة لي أنا مسألة هي الحقيقة هي غاية في الأهمية. تجربة المقهى الإعلامي تجربة جداً فريدة من نوعها، جديدة، لها تأثير أتوقع راح يكون كبير على المستوى الثقافي، خصوصاً أن ما في أماكن كثيرة لتجمع المثقفين بشكل عفوي، تبادل الأفكار غزير غني من كل الجهات. نمسك موضوع واحد، يتكلم الفيلسوف، يتكلم الشاعر، يتكلم المذيع الإعلامي الفنان. أنا واحد من ضحايا الكتابة فوق الرصيف، وأعرف أن الحياة فصول، أنا والذين يخافون مس حدائقهم دائماً ما نقول. فما كان هذا الذي نتصنع، ما كانت النقرات على الطاولات لها من قبيل التفنن في درجات الطبول. يعني هي رسالة لصديقي أنه أنا نعم عدت من عندك، ولكني أبقيت ذلك القلب، أو أن قلبي هرب مني ويعني وتفلت وبقي عندكم في تلك الأرض. والإسقاط في الأخير موضوع عيد الحياة اللي هي يعني ورد في الأثر إن في قصة موسى عليه السلام لما كان ذاهب مع غلامه والتقوا بالخضر، فلما قل له أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة اتخذ طريقه في الماء عجبة، هذه يعني تسمى عين الحياة، وأن هي عين من يشرب منها يعني حتى وإن كان ميتا يعني يرجع إلى الحياة وتدب فيه الروح. وبعدين قال تعالوا صحيح مين فيكم الملك هنا؟ فكل النظر إلى الآخر إلا العود تقدم ووقف منتصبا وأنحى رأسه إلى الوراء وقال أنا الملك، ملك الآلات الموسيقية، ومن ذات الليلة أو في ذات الليلة أصبح من يومها إلى حتى الآن هو ملك الآلات الموسيقية. وهذه من الحكايات اللي يعني